بداية هو القرار المهم الذي أخذه السيد وزير الداخلية عندما أنصف هذا الرجل اللي كان منتسب في مكتب مكافحة مخدرات الديوانية اللي نقلته واحدة من الحبيبات إلى سنجار. هاي القضية أنا عرضتها قبل 4 أو 5 أشهر وتحدثت بها، وهسه راح أشوف أذكر المقاطع وأعلق بعدين. أنطوني المقطع يا عمر. أكو رسالة أنا من الأخ أحمد، بصراحة هاي الرسالة لازم يكون موجود لأنه بها اتهامات بها. أحمد شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ. أنت تدعي أنه أنت يعني لقيت القبض على تاجر مخدرات وقال لك بالحرف الواحد أستاذ ماشي أستاذ زين أستاذ نجم. أيني أنا كنت أعمل بالمخدرات سابقا. أنت ضابط شنو؟ لا أنا مفوض. أنطيني اسمك الكامل. أنا أحمد الشباني قبل الحدود. أنا خدمت 30 سنة بالديوانية، اشتغلت بهواي مكانات، أخير مكان هي قسم المخدرات. يعني نقلت له وتمكننا أنا وزملائي بالإطاحة بالكثير من تجار المخدرات وبشهادة مدير المخدرات السابق ومتعاطي المخدرات، وتعرضت لهواي تهديدات وإطلاق النار على داري وزرع أبواب داري وشم الرمانة على داري. بعدها تهددت بنقلي، نقلوني، اتفاجئت وردني اتصال من زوجة أحد تجار المخدرات. أي. والاتصال موجود ومسجل عندي، قالت لي أني نقلتك وحتى هناك تتأدب، هنا ما تأدبت هناك تتأدب، والاتصال موجود. الاتصال موجود، هاي للتذكير أنه هذا الذي كنت قد عرضته. وللأمانة في وقتها أحد السادة اللواء مدير مكتب السيد حسين العوادي اتصل بي وأبلغني أنه السيد العوادي مهتم بالموضوع، واتصل بي قائد شرطة الديوانية وقدموا لي قصص وروايات، والوليد ما حصل شيء. لكن لما أجى الأخ الفريق الأول عبد الأمير الشمري أعطاه حقه، وأنا هذا الرجل معالي الوزير أعرفه تماما وأعرف قدرته على معرفة الحقائق، فاللي أرد أقوله إيش قد مثل هذا ضاعا وراحا وما تم الاهتمام بهن. وأنا من مكتب الأخ السيد حسين العوادي قال سنطلعك على التحقيقات، مو بس هاي القضية يا أبو مصطفى يا معالي الوزير، أكو مقاطع راح أدز لك إياها على تليفونك الشخصي بهن كوارث والله العظيم. أوصل لهم يا معالي الوزير إلى مكاتبهم، إلى مكاتبهم يعترفون. فريق عبد الأمير مرة طلعت هنا قالت الضابط راضي يختصبني في مكتبه وساومني على ليالي حمراء، وموجودات فريق عماد الدليمي. أقول له للفريق عماد الدليمي نجم إز قد خاطبك بهذا الموضوع، إز قد تحدثنا عن فساد في استخبارات صلاح الدين ومراكز الشرطة، لكن ولا واحد انضمن. نعم أستاذ نجم، أبو القانونية يخابر، مدير المكتب يخابر، فلا أنا شو سوي بلي خابر؟ أنا أريد إجراء للناس. أبو مصطفى فعل مكتبك الإعلامي وخلي يودون لك مقطع مقطع من ليليان يسوين. أنا أعرف أنت مو فارغ، لكن هذا الذي مثل هذا ومثل غيره كثيرين. أنا أنطي حق الرد، لكن أبقى أتابع أنه هل حق الرد صحيح. ناس تجيني وناس تخابرني وناس تلتقي بي وناس كذا زين، لكن حقوق الناس يجب أن تحترم يا سادة يا وكلاء، هاي حقوق عالم. أنا أشكر معالي وزير الداخلية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري على هذه الالتفاتة، وأتمنى أن يستكمل هذا بالتحقيق مع الإرهابي وزوجتي، لأنه أنا أشوف المخدرات تاجر المخدرات والله داعش أشرف منه.